بس اول بدايه بقى كانت بدايه قويه مع يوسف الشاهين، واول افيش زي ما شفنا في التقرير كان ناصر صلاح الدين، بالظبط صح؟ ايه بالظبط. قصه بقى البدايه دي ما هي وهل البداية تعامل مع كانت يوسف شاهين وبرده نجوم كبار التعامل مع كل الكبار دول. يعني هو لانه حابب هي دي صورة، دي صورة. بصي، ده كان حلم، حلمه وصحي رسمه. يعني هو صحي رسم الحلم اللي شافه. بالظبط. حلو يشوف قوي. لدرجة ايه يعني، خياله واسع جدا طبعا. وحابب للفن وعنده القدرة، ودراسته في ليوناردو دافنشي ساعدت الموضوع ده، لأنه في ليوناردو دافنشي درس مش بس الرسم، ده درس تشريح. تشريح وكان فيزيائي وكان ميكانيكي وكان كل شيء، يطلع التعبير. وفلكي. شخص واقف صورة يطلع منها تعبير وتحسي بالإحساس اللي هو عايز يوصله لي. صحيح. لبالك. صحيح. اشتغل في مجال الدعاية والإعلان. هو بداية شغله كانت شركة الإعلانات المصرية. أوكي. ودي بدايته. أوكي. بداية شغله. كان بيعمل إعلانات لكل الجرائد اللي يندرج اسمها تحت شركة الإعلانات، زي مثلا الجمهورية، المساء، صباح الخير، آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون. كان هو بيعمل إعلانات لحد ما اتدرج ووصل إنه هو يبقى مدير المكتب الفني والمصحح للإعلانات الموجودة. الله. طبعا فترة برضو يعني، يا ريت مرة نتكلم عن الإعلانات في وقتها كانت عاملة إزاي وأشكالها عاملة إزاي. عندي كمية بجد فظيعة. طب الحاجات دي إحنا محتاجين نظهرها للعالم. والله أنا بناشد وزارة الثقافة والمسؤولين عن السينما، لأن موضوع الأفيش ده يعني هو جزء من التاريخ، تاريخ السينما. ودول الناس دي اللي هي جنود اللي وراء الستار، اللي ما حدش يعرف عنها حاجة. الجنود المجهولة دايما. بالظبط. بالظبط. حضرتك بتقولي عندك مخزن. مخزن. مخزن ده في ايه بقى كده؟ عايزين ده سر. عايزين كده ايه، نثير شهية الناس ان عشان ندفع بالموضوع يكون في معرض. في اعلانات بالمونت، السجاير، كليوباترا والحاجات دي، برفانات. اي بالمونت اهو، ده مثلا اعلان اهو. كان في كمان نابلسي صحصب والصابونه، مش كده؟ صابونه نابلسي شاهين دي، دي حلوه قوي للشعر على فكره. والله في ناس بيلاقيها. يعني اللي بيلاقيها فعلا، دي حلوه للشعر جدا. فبصي طريقه الاعلانات نادره، جميله. جميله. عندي كميه كبيره. ومنهم انا شفت حاجه وسعدت بيها جدا. لقيت ان هو عامل حاجه اسمها زي فاست فود دلوقتي، بس اسمها زمان كان سبيد فود. سبيد فود. هي نفس المفهوم. هي نفس المفهوم. بالمنيو، بالاسعار، بالحاجات دي، باشتراك سنوي 12 جنيه تقريبا، حاجه زي كده. يجي لك الاكل كل يوم لغايه عندك في البيت، وده اول ديليفري في مصر. بالظبط. دي حاجه جميله جدا. دي قصص، دي لطيفه، دي تاريخ كمان للمجتمع. هو تاريخ. تاريخ للمجتمع مش بس يعني الفن. لو كانت سمع من بابا اكيد كان هيبقى اكتر من كده. كواليس طبعا. فيا ريت احنا الناس اللي هي لها علاقه بالحاجات دي نلحق ان احنا ناخد منهم احاديث، ناخد كلام. هو طبعا الراحل انور علي توفي عام 92، كان بالمناسبه هو ذكرى وفاته يوم 15 الجاي.